عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. كل شارة من محبتها وطيب علومها فيه. التحية تتجدد واللقاء يستمر بكم متابعينا الكرام. تنطلق صفحة أخرى من التحديات والمنافسة، ينطلق شوط الختام، الشوط الخامس عشر المخصص لسن الثنايا ولفئة الإبكار. هكذا مشاهدينا في كل مكان عبر قناة الريان الفضائية وقناة الكاس والغنوات الناقلة، ينطلق الجميع وتنطلق التحديات مع شعارات أصحاب السمو والسعادة الشيوخ. وهنا نبحث عمن تقود هذا الشوط. أذهب مباشرة إلى من تقود هذه الجحافل في أقوى المحافل. تنطلق مع مقدمة الشوط لأتابع هنالك الوصول والحضور من قبل المتقدمة مع مقدمة الشوط. هناك التقدم من قبل وداع هجن الشحانية محمد بن خالد العطية، تتقدم هناك في هذه اللحظات منطلقة مع مقدمة الشوط. أتابع المركز الثاني الانطلاق من هجن العاصفة مع قياده الهلالي المركز الثالث. أتابع الوصول والانطلاق من قبل الأسماء المنطلقة، حضرت هنالك الجافل لسعادة الشيخ سيف بن هنا الجافل الشيخ سيف بن خليفة بن سيف بن محمد الانهيان سعيد بن مبروك بن سالم الوهيبي، يقدم لنا الجافل في عملية التضمير المركز الرابع. يا محل المعركة في هذه اللحظات، حضرت هنا المؤسسات الكبرى، انطلقت هنا الشعارات المتميزة، حضرت هنالك في هذه اللحظات هجن الشحن، تنطلق هنالك مع رابع المراكز المركز الخامس. أتابع الوصول من الساحة هجن سيح السلم فهد بن حصين بن فهد بن الرمزان النعيمي. هكذا هي الأربعة الأسماء، هي الخمسة الأسماء المندفعة والمنطلقة والحاضرة والمتواجدة في هذا الشوط الذي لا يقل أهمية عن بقية الأسماء وعن بقية الأشواط التي حضرت. فحضرت هجن الشحانية مع الأشواط الرئيسية لتنطلق هنالك وداع هجن الشحانية. محمد بن خالد العطية يقدم لنا وداع مع المركز الأول المركز الثاني هنالك في هذه اللحظات. حبايب هجن العاصفة قياث الهلالي في عملية المتابعة هناك مع المركز الثاني المركز الثالث، حضرت الجافل الجافل الشيخ سيف بن خليفة بن سيف بن محمد الانهيان سعيد بن مبروك بن سالم الوهيبي، يدفع لنا بالجافل مع هذه المؤسسات الكبرى الحاضرة. المركز الرابع هنالك الاندفاع والتواجد من قبل هجن الشحانية. تندفع هنالك غزلان مع المركز الرابع مع المركز الثالث مع المركز الرابع، تندفع هنالك غزلان هجن الشحانية. جار الله بن محمد بن عقيل يدفع لنا في هذه اللحظات بالمنطلقة على رابع المراكز المركز الخامس الساحة. هجن سيح السلم فهد بن حصين بن فهد الرمزان النعيمي، هكذا للمرة الثانية، هكذا لهذه الأسماء الأهم والأبرز في هذا الشوط، الأسماء المندفعة، الأسماء الراقبة في ناموس شوط الختام. وما زالت وداع مع هجن الشحانية، وداع مع هجن الشحانية. محمد بن خالد العطية يدفع لنا بهذه المؤسسة المنطلقة والمندفعة مع مقدمة الشوط.
حضرت هنالك هبايب هجن العاصفة قياث الهلال مع المركز الثاني المركز الثالث أتابع هنالك الجافل الشيخ سيف بن خليفة بن سيف الانهيان وهنا الوهيبي في عملية المتابعة ياهو من رقص جميل ياهي من اندفاع رائع أتابعها من قبل هذه الأسماء المتواجدة هنا تنطلق في هذه اللحظات المندفعة مع المركز الرابع أتابع هنالك قزلان جار الله بن عقيل يدفع بقزلان على المركز الرابع المركز الخامس هنالك الساحة هجن سيح السلم فهد الرمزاني يدفع لنا بالساحة في ساحة الميدان في ساحة المعركة المحلوة ما بين المؤسسات الحاضرة المنطلقة الباحثة عن الناموس في هذا الشوط وما زالت وداع مع مقدمة الشوط محتلة للصدارة الأولى متقدمة لهذه المسيرة متحركة متقدمة متبوئة للصدارة يقدمها في عملية التضمير محمد بن خالد العطية يدفع لنا بوداع لهجن الشحانية حضرت هنالك هبايب وهجن العاصفة هجن العاصفة على المركز الثاني المركز الثالث وصلت هنالك الجافل الجافل مع المركز الثالث الشيخ سيف بن خليفة بن سيف بن محمد الانهيان سعيد بن مبروك بن سالم الوهيبي مع المركز الثالث المركز الرابع يا لحضور قزلان المنطلقة بهذا الانطلاق الجميل وبهذا الشكل الأجمل لهجن الشحانية وهنا في المتابعة جار الله بن عقيل يدفع لنا هنالك في هذه اللحظات بقزلان أربعة أسماء مندفعة وهنالك فارق كبير ما بينها وبقية الأسماء وما بعد الخمس حضرت في هذه اللحظات وانطلقت جواهر هجن الغرافة سالم بن عامر بن راشد المدهوشي يدفع لنا بجواهر في هذا الشوط المليء بالإثارة المليء بالحماس من بداية هذا الشوط تابع مدللة لسعادة الشيخ خليفة بن عبد العزيز عزيز بن خليفة الثاني ومهنا بن محمد بن ضابط الدوسري مع المركز الخامس ولكن العودة إلى مقدمة الشوط العودة إلى المربع الذهبي الحاضر والمنطلق أتابع التسلل أتابع من بدأت الآن بالانطلاق من بدأت الآن تتسيد هذا الموقف حضرت هنالك هبايب حضرت العاصفة منطلقة هجن العاصفة تتسيد الموقف في هذه اللحظات قياث الهلالي في عملية المتابعة في عملية التضمير المركز الثاني وصلت هنالك الجافل الشيخ سيف بن خليفة بن سيف بن محمد بن محمد الانهيان سعيد بن مبروك بن سالم الوهيبي يدفع بالجافل يدفع بالجافل الى المركز الثاني المركز الثالث حضرت هنالك قزلان لهجن الشحانية جار الله بن عقيل يدفع لنا بقزلان مع المركز الثالث المركز الرابع تابع الوصول والانطلاق في هذه اللحظات لواضي هجن العاصفة قياث الهلالي لهذا الهجوم الكبير من قبل لواضي في هذه اللحظات هجن الغرافة على المركز الرابع هجن الغرافة على المركز الخامس سالم بن عامر بن راشد المدهوشي يدفع لنا هنالك بجواهر على رابع المراكز المركز الخامس
مدللة لسعادة الشيخ خليفة بن عبد العزيز بن خليفة الثاني ومهنا بن محمد الضابط. ولكن العودة إلى مقدمة الشوط، العودة هنالك إلى هبايب، العودة هنالك إلى الجافل وغزلان والواضي مع المركز الرابع، تندفع مع رابع المراكز. 1500 متر تفصلنا عن ناموس هذا الشوط، وما زالت المؤسسات حاضرة مندفعة منطلقة مقدمة العروض الكبيرة المندفعة. هنالك هبايب مع مقدمة الشوط، وهجن العاصفة مع البداية ومع المقدمة. مع هذه المنطقة المستهدفة من بقية الأسماء متبوئة لصدارة هذا الشوط، قائدة لهذه المسيرة، أتابع التحرك من بقية الأسماء المنطلقة مع المربع الذهبي الحاضر. حضرت الجافل في هذه اللحظات، الشيخ سيف بن خليفة بن سيف بن محمد الانهيان سعيد بن مبروك بن سالم الوهيبي يدفع لنا بالجافل، تداحم من أجل الانتصار بهذا الشوط. حضرت هنالك غزلان، هجن الشحانية، جار الله بن عقيل في عملية التضمير المركز الرابع. حضرت هنالك الواضي لهجن العاصفة، قياث الهلالي في عملية التضمير، ولكن العودة إلى مقدمة الشوط. وصلت هنالك غزلان وتسللت في هذه اللحظات، هجن الشحانية في الأمتار الأخيرة، هجن العاصفة، هجن الشحانية، وشعار الشيخ سيف بن خليفة لنهيان اللحظات الأخيرة. غزلان مع مقدمة الشوط، هجن الشحانية، هجن الشحانية مع الانتصار إلى حد هذه اللحظات. حرك روح يا من تقدم لنا غزلان، من تقازل صدارة هذا الشوط. وصلت لواضي في هذه اللحظات، هجن العاصفة، هجن الشحانية، اللحظات الأخيرة، الأمتار الأخيرة، الأمتار الحساسة، الأمتار الحاسمة، ولكن هجن الشحانية، هجن الشحانية، الجافل، الجافل تنطلق في هذه اللحظات مع المركز الثاني، هجن الشحانية، غزلان. تهانينا والناموس لهجن الشحانية. افتتحت هذه الأشواط الصباحية هناك مع مشهور، وختمتها هنا مع غزلان. تهانينا على هذا الفوز والانتصار لهجن الشحانية وجار الله بن محمد بن عقيل. بينما مناتت على ذان المراكز، وصلت على ذان المراكز الجافل الشيخ سيف بن خليفة بن سيف بن محمد الانهيان سعيد بن مبروك الوهيبي المركز الثالث، لواضي هجن العاصفة قياث الهلالي المركز الرابع. وصلت على رابع المراكز جواهر هجن الغرافة سالم بن عامر المدهوش المركز الخامس، هبايب لهجن العاصفة قياث الهلالي في عملية المتابعة. هكذا متابعينا الكرام، هكذا متابعينا الكرام شاهدنا وإياكم شوط الختام. فحضرت هنالك غزلان هجن الشحانية بمتابعة جار الله بن عقيل. التوقيت الزمني 12 دقيقة وأربع وخمسون ثانية واثنين وثلاثون جزءا من الثانية. تهانينا على هذا الفوز والانتصار لهجن الشحانية ولبرنس المضمرين. بينما مناتت على ثاني المراكز الجافل للشيخ سيف بن خليفة بن سيف بن محمد الانهيان سعيد بن مبروك بن سالم الوهيبي. التوقيت الزمني 12 دقيقة وخمس وخمسون ثانية واثنى عشر جزءا من الثانية. تهانينا على هذا الفوز والانتصار. بينما من حضرت هنا مع المركز الثالث جواهر لهجن القرافة سالم بن عامر بن راشد المدهوشي. التوقيت الزمني 12 دقيقة وست وخمسون ثانية وثمان وتسعون جزءا من الثانية. تهانينا على هذا الفوز والانتصار.